بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساكم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا في هذه المباراة الأولى في هذا اليوم. صافرة أدم كانيكا يا ماجد أبي ذا، أربعة مباريات في هذه البطولة اليوم. طبعا اليوم الثاني وهذا اللقاء الخامس. كرة عادت من جديد، يا له من طبعا عمل جميل يقدمه بن علي رئيس اللجنة الفنية على مستوى هذه البطولة. ما زالت تستمتع بهذه الأجواء، هذه تسديدة ممكن قوية لكنها بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. رمضان شركة المتحدة المستودعات انتصر 4-2 أمام شركة لونا الإنتاج، بينما الوحدة الإدارة 1-1 أمام لونا المبيعات. الله يا كبير، راسية جميلة وهدف أبيض جميل ضربهم كواهم الأبيض بيروح رق مرماهم. يا له من بداية بيضاء، يا لهم من أدب جميل، يا لهم اللاعب رائع، يا لها من ضربة راسية جميلة. 15 في الجولة الأولى في اللقاء الأول. إبرة إبرة إبراهيم العطاس، إبرة 15 ابراهيم العطاس يسجل الهدف الاول، افضل لاعب في الجوله اللي عاد. 4-2 تكررت طبعا مرتين في الجوله الاولى، 1 مره. بسكوت ميمورس طبعا موجود على مستوى هذه البطوله، وايضا رينجو ميمورس طبعا هذا الثنائي الجميل ايضا. اما بنفع ارجاء البلد، تعاونكم هدفنا وسلامتكم غايتنا. كره عادت من جديد الى خارج ارضيه الملعب. مباراة مجنون 4-3، كرة عادت من جديد، ما زلنا نستمتع بأجواء هذه البطولة. الموظفين النسخة 1-0، الأبيض ما زال متقدم. كرة عادت من جديد، عرضية والتعادل يضيع. مرة المباراة الأولى الله، تعادل يضيع بشكل غريب على نادر الديربي. الديربي يا جماعة، سحوبات طبعا للجمهور. مكة المكرمة، شكرا شبكة النجوم. تسديده جميله لكنها بعيده من اللاعب حسين. قدم الثانيه للموظفين، كره عادت من جديد تصل بعد ذلك الى خارج ارضيه الملعب. امان المتحده بقياده المدرب الرائع امامنا عبد الرحمن خان، حارس مرمى رائع هذا عبد الرحمن خان، بيوصل طبعا للنقطه الرابعه في هذه البطوله وفي الجوله الثانيه. كره الثانيه كبير يا لعيب يا حريف، هدف ثاني جميل لشركة المتحدة. أبيض جميل، أبيض خطير، هدف ثاني جميل يا متحدة. اتحدوا من أجل هذه اللقطة يا معاذ، ضربهم كواهم معاذ بالثاني أحرق مرماهم. معاذ لديكم لا خوف على هذه البطولات الجميلة اللي يرفعون فيها عن أنفسهم. صافرة الحكم الكبير آدم غزلة تعلن شوط المباراة. مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود من جديد لشوط المباراة الثاني. الشوط الأول انتهى بتقدم فريق الأبيض أمام المتحدة، شركة المتحدة بهدفين مقابل شيء أمام لونا الإدارة. اللقاء الثاني طبعا سيجمع البسكويت أمام المتحدة، مستودعات أمام المبيعات. كرة عادت من جديد، بن علي عمل جميل على مستوى البطولة، شكرا سيد محمد بن علي، تستمتع بهذه البطولة. أطيف الدفاع يتدخل، عادت من جديد جميلة، محاولة ما زالت مستمرة. رسولنا نور يستضاء به، صلى عليه وسلم. كل يستمتع بهذه البطولة، شكرا ملعب صحاري بصراحة، ملعب الجميل اللي يستضيف هذه البطولة، بطولة جميلة تقدم على ملعب. لطيف كرة عادت من جديد، النتيجة حتى الآن طبعا هدف أول جميل. 9 يسجل نادر الديربي، الديربي 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 الديربي، نادر يا جماعة نادر يسجل الهدف الأول أمامنا. نادر ديربي بروعة كبيرة، كرة خطيرة جدا إلى خارج. حارس المرمى، المرمى خالي، المرمى هدف هدف هدف. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هدف عالمي من البديل.
ثلاثة أهداف مقابل هدف، تكون النقطة الرابعة للفريق الأبيض شركة المتحدة، بينما ستكون الخسارة الثانية والله على الجوالي للإدارة الأولى. هل نشاهد الهدف الثاني؟ تسديدة جميلة، حارس المرمى بروعة كبيرة تصدى.